جرو سكوات، السلام عليكم. في جيتس اينن، ازيكم وازي حضراتكم؟ ماينه شيتشن حبايبي. اخر تكست ده لاتست تكست. ايش بين اندرو und habe eine Anzeige über Reittherapie, Lach-Yoga und Aqua-Fitness-Kurs gelesen. قريت عن كورس الأكوا فيتنس اللي هو الفيتنس بتاعة المية، سباحة وحاجات زي كده، يعني تمارين في المية في الشفيمبات. لاخ-يوجا، يوجا الضحك، رايت-ثيرابي العلاج بالركوب الخيل. هو قرأ إعلان أنتسايجا عن الحاجات دي كلها. أندرو دي أنتسايجا زاكت، الإعلان بيقول ميت أكوا فيتنس زين زي نيشت مير ديبريميات، بالعلاج المائي دوت انت بالتمارين المائية دي انت تقدر ما تبقى مش هتبقى ديبريميرت، مش هتبقى محبط انيمور يعني. اند كونن زي زيش بيروهجن، وتقدر تبقى هادي، تهدي نفسك وتهدي اعصابك، تعمل استرخاء كده. متلاخ يوجا بكومن زي مير الان، مير الان بالياخ يوجا بقى تقدر تاخد مير الان سعادة، فرويدا سعادة برضو، ام ليبن فروي سعادة وفرح ورغبة في الحياة، اند اوبتيميزموس وفي التفاؤل، وتفاؤل تقدر تاخد تفاؤل ده باللاخ يوجا. نجربها والله، نفسي بقى عندنا الحاجات دي ان اجبت هنا في مصر، ما عندناش كل ده، ممكن عندنا الاقوى فيتنس بس. رايت ترابيك علاج؟ لا، لكن موجود رايتن طبعا، لكن مش كعلاج يعني. اما اللاخ يوجا ده متهيألي ما بنسمعش عنها هنا خالص. انجلش هابن زي رايت ترابي، اخيرا هيبقى عندك علاج بالركوب الخيل. رايتن هيلفت جيجن شلاف شتورنجن، بيساعد ضد بيساعد ضد الارق او قله النوم. ايش شلاف فينيش اون ذا كانيش تو جوت اربايتن، انا بنام قليل ومش بعرف اشتغل كويس، فخلاص هو ده العلاج بتاعي يعني. داروم هاب ايش انجروفن، اتصلت بيهم، داس كوستت 15 يورو برو ستوندر، ده بيتكلف 15 يورو في الساعه. دير كورس بيجنت زامستاك ابند، الكورس هيبدا مساء يوم السبت مساء. ان ميلدونجن، التسجيلات زند بيس دوناغستاك ابند، التسجيلات لغايه يوم الخميس بالليل. موجلش يعني موجلش يعني ممكنه، تقدر يعني تعملها. فهمنا التكست كويس، نشوف بقى الفراجن. واس هات هير اندرو جليزن اوز بيلن، اختار wählen sie aus, اختار auswählen اختيار das auswählen. was hat herr andrew gelesen؟ ارى ايه؟ eine anzeige، ارى اعلان. wann beginnt der kurs، امتى هيبدا الكورس؟ am samstag abend، برافو انا سامع الناس بتقول معايا اهو كويس. warum möchte herr andrew die reittherapie ausprobieren، ليه هو عايز يجرب الreittherapie؟ ausprobieren ليه؟ er hat Schlafstörungen، عنده أرق في النوم، تأرقات. Herr Andrew findet die Anzeige، هو شايف ان الإعلان schlecht، وحش ولا langweilig، ممل ولا gut؟ طبعا gut. wie viel kostet eine Reittherapie، بيتكلف قد ايه الرايت-ثيرابي ده؟ 15 يورو، 15 يورو بريما، اكيد مش بفوند بالجنيه. Herr Andrew kann نيش تجود شلافن، مش بيعرف ينام كويس، برافو عليكم، بريما بريما بريما. على ليبة كل الحب und viel Erfolg، وبالنجاح والتفوق يا رب. und tschüss.